على هامش المنتدى وعلى هذا المؤتمر أجرى موفد التلفزيون المصري يوسف عابدين لقاء مع ستيفان واركوزي مدير التخطيط والبحوث في وزارة الداخلية بدولة جنوب السودان. على هامش المؤتمر نتابعه مع زميلي يوسف عابدين. تحياتنا مستمرة مع حضراتكم لهذه القمة العالمية، قمة تغير المناخ كوب 27، من هنا من أرض السلام بشرم الشيخ. ويسعدنا في هذا الإطار أن نستضيف السيد ستيفان واركوزي مدير التخطيط والبحوث بوزارة الداخلية بدولة جنوب السودان. سيد ستيفان، أهلا ومرحبا بك معنا عبر شاشة التلفزيون المصري. شكرا جزيلا للقناة الأولى المصرية، ونقول نحن سعيدين جدا في أرض مصر الحبيب، وأنا أحيي الشعب المصري والحكومة المصرية لحسن الاستضافة وللعمل الكبير الجامبو لاستضافة كوب 27. بداية سيد ستيفن، يعني كيف ترى التحضير لهذه القمة من قبل مصر والإجراءات التنظيمية؟ حقيقة نحن لمسنا عمل كبير وعمل جيد بالنسبة للتحضير وطريقة العمل، وحتى نحن شعرنا بسعادة أكبر وكبيرة جدا للعمل الجامبي وحكومة جمهورية مصر لاستضافة القمة، ونحن برضو شعرنا بارتياح شديد خاصة في العمل بتاع الترحيل والحركة بتاع موفمنت بتاع الديليجيشنز من محل لمحل. كان العمل سمح شديد ومقدر. مصر في هذه القمة تمثل قارتها الأفريقية، ماذا تنتظر أفريقيا من هذه القمة بعدما لاحظنا في الفترة الأخيرة الظواهر المناخية التي تؤثر على العالم وتؤثر بالأخص على الدول الأفريقية والدول العربية والدول النامية؟ الحقيقة التحول المناخي تحدي كبير للعالم أجمع وبالأخص للقارة الإفريقية نسبة للإمكانيات البسيطة للغارة. الغارة متأثرة جدا في كل الدول، ونحن نتوقع في القمة دي تكون في النظرة الخاصة للقارة الإفريقية فيما يتعلق بالتحول المناخي. مع الظواهر المناخية التي حدثت مؤخرا، هل العالم أمام حالة طوارئ مناخية؟ حقيقة تقادس يصل لحالة طوارئ، لأن الوضع في كل الدول في تعقب شديد، والحقيقة بحتاج للتضامن وتضافر جهود معا. دولة جنوب السودان كيف تتعاطى باعتبارها دولة أفريقية تعاني كثيرا من كغيرها من الدول الأفريقية من تبعات التغير المناخي، كيف تتعاطى مع هذا الملف وما هي المبادرات التي تقوم بها الدولة في هذا الإطار؟ الحقيقة دولة جنوب السودان هي دولة واقعة في داخل أفريقيا، تحاط بست دول جوار، وهي دولة جديدة ذات إمكانيات أقل، هي تحتاج فعلا لمساعدات. التحول المناخي في جنوب السودان حقيقة نحن عندنا الفيضانات متأثر في 8 ولايات من 10 الولايات كلهم تحت الموية، والناس بيعانوا معنا شديد جدا. هناك جهود حساسة لإدراك تدارك هذه الأوضاع مع المجتمع الدولي، مع دول الجوار، مع المجتمع الدول الإقليم، وحقيقة هناك عمل كبير نحن نقوم به في جنوب السودان لتدارك الأوضاع الموجودة حاليا. وفد دولة جنوب السودان ماذا يحمل في أجندته في هذه القمة؟ هنالك أجندة كثيرة جدا نحن نعمل في هذه القمة، لأن الدول العالم الأجمع والدول الجوار وخاصة الدول العربية والدول الأفريقية أن يتضامن مع دولة جنوب السودان لتحسن الوضع الموجود حاليا. الناس بتعانوا كثيرا
وخاصة الحركة بتاعت النزوح من المناطق الموهوبة إلى مناطق بتواجه تحديات كبيرة صحية أمنية، وهذه التحديات بيحتاج لمجتمع دولي ومجتمع جوار والدول الإقليمية. هناك إشارات صريحة إلى ملف حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. في رأيك وأنت في وزارة الداخلية في جنوب السودان، ما هي التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتحول المناخي؟ الحقيقة الحقوق خاصة اللاذقين والحركة الدؤوبة بالنسبة لتأثير المناخ، تحول المناخي، بيحتاج كل دولة تعمل احتياطات لازمة لحفاظ على حقوق هؤلاء البشر أو هؤلاء الناس الذين هم يتحركون. أكيد هم يفقدون أشياء كثيرة جدا، وبيحتاجوا في ذلك الوقت على أساس الحقوق تكون محفوظة. ودولة جنوب السودان من واحد الدول حقيقة تتعامل في هذا المجال بحرص شديد عشان نحافظ على حقوق النازحين، وخاصة برضو المهاجرين من دول الجوار نتيجة للكوارث الطبيعية. أخيرا ضيفي الكريم، ملف الطاقة وملف الغذاء من أهم الملفات التي تتأثر بمسألة التغير المناخي، ما هي الأوضاع في دولة جنوب السودان فيما يتعلق بالطاقة والغذاء؟ الحقيقة دولة جنوب السودان دولة غنية بمواردها الطبيعية، لكنها لم يتم استخراجها حتى الآن. وفعلا جنوب السودان بيعاني من أمر الطاقة وأمر الغذاء، ونحن في صدد أنه حقيقة في المستقبل القريب يكون لدينا مشاريع فيما يتعلق بالطاقة والغذاء حتى تنعم المواطن جنوب السودان في رقى أفضل. السيد ستيفن واركوزي، مدير التخطيط والبحوث بوزارة الداخلية بدولة جنوب السودان، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شكرا جزيلا للقناة الأولى، وشكرا جزيلا للشعب المصري العريق وحكومة جمهورية مصر العربية. وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، ولا تزال تغطيتنا المستمرة لهذه الفعاليات في فعاليات القمة الدولية المهمة، قمة كوب 27. إلى اللقاء.